مشاهدي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، مباراه الاهلي والترجي التونسي، مباراه الذهاب ان شاء الله تكون من نصيب النادي الاهلي. 180 دقيقه كل التمنيات لفريق النادي الاهلي والجهاز الفني في 90 دقيقه الاولى ثم 90 دقيقه الثانيه ان شاء الله بتونس، نرفع كاس هذه البطوله الغاليه جدا لكل جمهور النادي الاهلي. بينضم لي طبعا عضو مجلس اداره النادي الاهلي السابق الاستاذ محمد الغزاوي، المساند بشكل كبير جدا كالعاده لفريق النادي الاهلي. مش جديد محمد بيه طبعا عليك وعلى كل مجلس الاداره بشكل عام، مسانده الدائمه والمعتاده لفريق النادي الاهلي في الظروف الصعبه. حابب تقولي في البدايه عن هذه المباراه الصعبه جدا جدا. النهارده طبعا ماتش صعب جدا، فاينل افريقيا، وفريق ترجي فريق كبير وتاريخ، النادي الاهلي والترجي هو تاريخ في الكره الافريقيه، نتائج دايما وبطولات، هما الاثنين انديه بطولات، فالمباراه بتبقى صعبه في وخصوصا ان انت بتبقى مباراه العوده هتبقى في الترجي في رادس، فهيبقى عندك لازم تعمل نتيجه كويسه جدا النهارده ان شاء الله باذن الله عشان تقدر تروح تلعب ماتش هناك وانت الضغط قليل عليك. جمهور الترجي دايما بيقدر يحط ضغط على كل الفرق اللي موجوده، ولكن لاعبي النادي الاهلي طول عمرهم متعودين على هذا النوع من المباريات ومتعودين على الضغط الجماهيري، ومش اول مره يلعبوا بطولات افريقيا، ولكن في طبعا جزء من اللاعبين النهارده بالنسبه لهم دي اول تجربه لما يخوضوا مباراه نهائي افريقيا وامام فريق كبير زي الترجي. فان شاء الله ربنا يكرمنا ويوفقنا النهارده ان احنا نقدر نحقق نتيجه كبيره في استاد برج العرب علشان نقدر نروح هناك واحنا مش مطمنين، ولكن عندنا جزء من الراحه وعدم الضغط على اللاعبين وعلى الجهاز الفني اللي بيساعد بان انت تقدر تنفذ اللي المدرب بيطلبه منك. النهارده وانا جاي شفت منظر بصراحه جمهور النادي الاهلي من الساعة 10 الصبح وانا ماشي واحنا مش جايين في الطريق، الناس متحركة من بدري جدا، في ناس بيقولوا من 6 و7 صباحا اتحركت من القاهرة واحنا داخلين، الصفوف اللي واقفة علشان تخش الاستاد من الساعة 12 الظهر واقفين طوابير طويلة جدا، والنظام اللي هم واقفين بيه والتنظيم اللي انا شفته لغاية دلوقتي، ما اعرفش قبل المباراة ايه اللي هيحصل من كتنظيم مباراة من الشرطة، ولكن التنظيم اللي موجود حاليا احنا عدينا بكل يسر، والجمهور واقف طوابير طويلة لان الاعداد كبيرة جدا، ولكن واقفين طوابير منظمة وصف واحد، ما فيش اي احتكاكات، ما فيش حاجة خالص. فاتمنى ان يعني لغاية ميعاد الماتش الامور تمشي كده ان شاء الله باذن الله، وجمهور الاهلي يقدر كله يخش الاستاد اللي نفسه يخش. ويعني طبعا عارف ان في ناس كتيره كانت عايز تشتري تذاكر ولكن ما كانش في اي سهوله في شراء تذاكر اكتر من كده عشان ساعه الاستاد. فاتمنى ان المباريات اللي جايه ان شاء الله للنادي الاهلي تكون في استاد القاهره علشان يشيل اكبر عدد ممكن من الجماهير. الجمهور الاهلي يعني في مصر 60 70 مليون واحد، وفي العالم العربي وكل الناس تبقى نفسها تيجي تروح تتفرج وتساند وتؤازر النادي الاهلي في مباراه افريقيا، نهائي افريقيا زي ده. فاتمنى ان شاء الله يعني يبقى في الفتره اللي جايه تقدر الظروف تساعد ان تكون في مباريات النادي الاهلي بتقام على استاد القاهره. لو بروح مع حضرتك طلب اللعيبه، لعيبه النادي الاهلي يمكن حضرتك متواجد في فندق الاقامه، مدى حاله التركيز اللي احنا شايفينه على اللعيبه، حضور الكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره بالكامل، الدعم المستمر ده يمكن بينعكس بشكل كبير جدا على لعيبه النادي الاهلي. زي ما انت شفت كده مجلس اداره موجود، كلنا قاعدين هنا مع بعض، اللعيبه كلهم في اوضهم في تركيز في مواعيد معينه. زي ما بقول لك النادي الاهلي عنده سيستم، واختلاف اجهزه اختلاف مجالس ادارات، كله بيجي ورا بعضه عارف سيستم النادي الاهلي ماشي ازاي وكله بيكمل بعضه. واضح ان التركيز عالي جدا، اللعيبه كله متواجد في الغرف، مفيش حد بره، عندهم ميعاد الغداء كله بيروح يحضر مع بعضه يتغدوا ويرجعوا تاني. مجلس دار حضوره بالكامل وحضور كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي المباراه، وانا عارف ان هو هنا من امبارح، فوجوده من امبارح في الاوتيل بيدي للعيبه احساس باهميه المباراه وباهتمام مجلس الاداره بوجودهم. موجود من اول امبارح، من يوم الاربعاء، احنا النهارده الجمعه باين، موجود من يوم الاربعاء، فده بيدي الفريق ان احساس باهتمام رئيس النادي شخصيا ومجلس الاداره بالكامل ان هو موجود، معظمهم وصل من الصبح بدري والباقي بيجوا يعني كلهم بيوصلوا، بيديهم احساس ان مجلس الاداره مهتم جدا بالمباراه واهميه المباراه وبتوفير كافه وسائل الراحه للعيبه والتركيز عشان يقدروا يقدموا مباراه بشكل عالي جدا، وده بيساعد كمان الجهاز الفني والاداري ان هو ما يلاقيش عنده اي مشاكل تكون موجوده
فبتسهل له كل الامور اللي موجوده ان هم يقدروا يركزوا في المباراه فنيا فقط لا غير. اشكرك كده محمد، ان شاء الله نبارك لك باذن الله. اشكرك وربنا يعني يوفق ان شاء الله ونبارك الجمهور الاهلي كله النهارده ان شاء الله. اشكرك يا حميد. بنشكرك.